أو لا. ليس مهما أن يكون قد تسلل للجماهير أو لا، المهم لا يتسلل للاعبين. هذه كرة ملعوبة، الآن فليتسلل اليأس، الآن فليتسلل اليأس على اللاعبين وعلى الإعلاميين وعلى الجماهير وعلى الجميع. خلاص الآن، خلاص الآن، البطولة كورية، الآن البطولة كورية. الهدف الثالث لأولسان، الهدف الثالث لأولسان، الحلم الكبير، الأمل الكبير كله تبخر الآن مع الهدف الثالث الذي يتمكن من تسجيله. فريق أولسان، الهدف الثالث الذي يسجله على ما أعتقد كيم سونغ يونغ.